جد ترحاب والتحية الصباحية لكل مستمعينا الأوفياء وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة وغادي نمشيو مباشرة لشيوات لالا مولاتي مع اختصاصية فن طبخ والحلويات فاتحة شريفين بن ملال ونتعرفوا جميع على الشيوات اللي غادي تقدم المستمعات اليوم. صباح الخير لا فاتحة. صباح النور اختي سناء. لاباس عليك سمحتي. بارك كبيرة مع الصحيحة. الله يبارك فيك الحمد لله. الله يبارككم. بارك الله فيك مرحبا بك معنا دائما في البرنامج. الله يبارك فيك اختي سناء. الله يبارك فيك. شكرا. شكرا. غادي نقدم اليوم حصه ان شاء الله ديال الضيافه ومن بينها طبق ديال اللحم اللي ممكن الناس يديروه في العيد ديال الاضحى ان شاء الله. ان شاء الله غادي نبدا بواحد سلطه اللي متكونه من ثلاث انواع ديال السلطات. ايه مزيان. عندنا السلطه الاولى اللي هي نوع ديال سلطه بريستيج. الحمد لله دابا الصيف هذا والناس يكونوا عندهم ضياف يقدروا يستعملوها. عندنا في المكونات ديالها عندنا واحد 200 غرام ديال الكينوا بيضاء. عندنا 200 غرام ديال الكينوا حمراء. واحد لتر ديال الماء اللي غادي نسلقوها به الكينوا. من بعد ما كتسلق عندنا واحد 10 ديال الدقائق اختي سناء بالنسبه لهاد الكينوا كتخرج واحد الخويط ديالها تيكون بيض. الوقت اللي كيخرج هذاك الخويط يعني راه وجدات. اييه كنغسلوها بالمبال. كيتباع عند العطار هو يعني من بين ملي سميوها يعني قطاني اسيويه معروفه وصراحه ولات يعني داخله عندنا هنايا تبارك الله والمغربيات عرفوا ما يديروا بها. صراحه صحيه. اييه وصحيه فعلا. اييه خفيفه وكتشبع فعلا. صح. يعني بحالها تقريبا بحال شكل ديال يعني القمح ابلي بحال اللي كنا كنديروا دابا ولا الكينوا يعني. ايه تقريبا على ما قريت عليها انا بالنسبه للفوائد ديالها راه اكثر من. ايه فعلا. ايه انا بغيت نوريهم الشكل هكا الشكل يعرفوا لاش كي يعني. كاينه في لي سوبر مارشي الكبار وكاينه على السميه كينوا هو فعلا دغيا كيطيب. هذا 10 ديال الدقائق 15 دقيقه كتوجد. من بعد ما كنغسلوها بالماء بارد كنضيفوا على واحد العلبه ديال الصفرا. مرحبا بكم على التسجيلات. بزافه ديال الجبانه مطلوقه. جوج حبات ديال الخيار مقطعين مكعبات صغار بالقشاع ديالهم. الحيدي اللي هم غير الذريعه. حبه ديال البصله بيضاء صغيره تكون شلضه رقيقه. حبه ديال الفلفله حمراء. حبه ديال الفلفله صفراء هما مقطعين مشويين ومقطعين مكعبات صغار. حبه ديال المانغ مقطعه هي مكعبات صغار. حبه ديال الاناناس هي تنقطعها مكعبات صغار. عندنا 100 غرام ديال الزبيب اللي تنكون مغسول ومرطب في عصير ديال الليمون من قبل. جوج معالق كبار ديال ورق النعناع مقطعين وجوج معالق كبار ديال المعدنوس مقطع رقيق. كنمزجوا هاد المكونات كامله. كناخذ واحد الزلافه كنوضع فيها عصير ديال جوج ديال الحامضات جوج معالق كبار ديال سنيده معلقه كبيره ديال العسل وشويه ديال الملحه شويه الابزار. كنمزج هذا الخليط وكنضيف ليه واحد ثلاثه المعالق ديال المايونيز وتنجمع بها هذه المكونات. هادي السلطه الكبيره اللي كتكون عندنا كبيره. كنديرها في طبق التقديم وكندوز عندي سلطه اخرى في ليفيغين اللي غادي نحتاج ليها واحد جوج ديال التفاحات مقطعين زلافه ديال الابلي مسلوقه وشويه ديال الملحه كاس ديال المشماش يابس مقطع رقيق وكاس ديال الزبيب اللي تنكون مرطباه قبل في عصير الليمون. عندنا واحد الياغورت طبيعي تنجمع به هاد المكونات وكنعمرهم في ليفيغين. كناخذ واحد المكوره حمراء كتكون صغيره تنقطعها هي رقيقه وشرائح طويله تنخلط معها الطرف ديال الاناناس يا يعني اما معلب او طري. نكرهوش انه يكون طري ما كانش نديروه معلب. تنجمع هاد ما بين الليشو والحمر والاناناس نزيد عليهم شويه ديال المايونيز وكنزين بهم اللي في غير من الفوق. هذوك نرافقها في الجوانب ديال الطبق اللي فيه السلطه الرئيسيه. عندنا السلطه الثالثه اللي هي تاهي بالكينوانيت والدنجال مشوي غادي نحتاجو لها واحد العلبه ديال اللوبيا حمراء 200 غرام ديال الكينوا حمراء والبيضه 500 غرام ديال الدنجال مشوي 100 غرام ديال لاكريم فخيش شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار
شوية ديال الثومة غبرة، 100 غرام ديال لدان الفيني، وجوج المعالق كبار ديال زيت الزنجلان، تنشوي البنجان، تنقطعو شرائح رقيقة، كنضيف ليه شوية ديال الملح وشوية الإبزار، وكنضيف ليه ديك لاكخيم فخيش، كنشحرو شوية، غير كنضيف عليه الكينوا ولدان الفيني واللوبيا حمراء وجميع المكونات اللي عندي، وكندير واحد الإطار صغير وكنديرو في الجنان ديال الطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي اللي غندير فيه سلطة الكبيرة كنحاول ناخذو كبير، أييه باش يبان. كندير إطار صغير في 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 الجنان وكنعمر هاد السلطة، بعد كنكون عندي واحد واحد العلبة ديال الأناناس معلب اللي كنكون صفيتها من الماء ديالها وعفلتها بشوية ديال الزبدة وشوية ديال السكر البني، كنهز واحد الدائرة ديال الأناناس وكننزلها فوق من ديك السلطة اللي درت في الإطار، وكنحيد الإطار ما بين إطار وإطار، كنحط واحد الفيغين بالسلطة الثانية. هنا كنحصلوا على ثلاثة أنواع ديال دي سلطة في سلطة واحدة. أييه فعلا مذاقات مختلفين، لأن كل حاجة وشنو ضفنا ليها يبقى غير التزيين تبارك الله. على حسب صراحه لي هي سلطه كبيره وغنيه ورائعه لا في المنظر ولا في الشكل ديالها. يعطيك الصحه تبارك الله عليك فتي. الله يبارك فيك. نمروا للطبق الثاني اللي هو عندنا هنا، حتى الناس في العيد كيبغيو يبدلوا بالدجاج. اييه عندنا 4 كيلو دجاجات اللي كنغسلوهم بالماء والحمض. السيده تبارك الله كلهم عارفين الاكسيد ديال الدجاج. عندنا الصوص اللي غندهنو بها الدجاج، عندنا واحد جوج ديال البصلات اللي كنحكهم وكنطحنهم ونصفيهم، كناخد غير الماء ديالهم، كنضيف عليه واحد الكاس ديال عصير الحامض، وطرف ديال سكينجبير شوية يكون قياس ديال واحد المعلقة كبيرة تكون عامرة محكوكة، نص كاس ديال الماء، كنخلط هاد الخليط مزيان وكندهن بيه الدجاج ديالي وكنبيتو ليلة كاملة. كنضيف ليه واحد المعلقه، اذا كناخد كاس اخر ديال الحامض، كنضيف ليه معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال عفوا هذا نفس الكاس اللي فيه البصله والحامض، كنضيف ليه معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه كبيره ديال الابزار تكون غازي مخلط، يكون مخلط بيض والكحل، معلقة ديال عطرية الدجاج، ومعلقة ديال عطرية شاورما. اللي ما عندهاش تقدر دير واحد شوية ديال الزعفران الحر، هذا الزعفران الحر هو ضروري، ولكن كنديرو واحد الخليط ديال من الزعفران الحر، قعقلة، بيبيسة، ولكن دابا حاليا راه ولات العطرية ديال الشاورما موجودة تبارك الله، كاينة ديال اللحم، كاينة ديال الدجاج. كنضيف واحد 7 دريسات ديال الثومه اللي هما محكوكين، وكنشرمل هاد العناصر كامله، كنخلطها وكنشرمل بها الدجاج ونبيتو ليله كامله. كنمر الحشوه الله غدي باش غادي نعمر، كناخذ واحد الكيلو ديال الصدر ديال الدجاج، كنغسلو حتى كيتقطر مزيان، وكنقطعو رقيق. كنضيف ليه واحد 7 حبات ديال السبيسه، 7 حبات ديال القعقله، 8 حبات ديال النويره، و7 حبات ديال القرنفل. كنطحن هاد الخليط كامل وكنغربلو، وكناخد منه واحد المعلقه صغيره اللي كنضيفها لهاد الصدر ديال الدجاج، مع 4 حبات ديال الدروس ديال الثومه مفكوكين، معلقه صغيره ديال سكينجبير، نص معلقه صغيره ديال الابزار، ونص كاس ديال زيت العود، 3 معالق كبار ديال الخل. تنشرمل هاد الدجاج وتنخليه هو اطول مده ممكنه، على الاقل واحد ساعتين. اييه باش يشرب القوام. كنضيف ليه واحد الكاس ديال الماء، وكنسد عليه في طنجره الضغط او في طنجره عاديه، تنخليه حتى كيطيب. من بعد ما كيطيب تنخليه تينشف من داك الماء ديالو، تنخليه تيبرد مزيان. تنضيف عليه 100 غرام ديال الفرماج الحمر محكوك، 100 غرام ديال الموزاريلا، وربعات الفرماجات مربعين. مرحبا بكم على التسجيلات الخاصة بالقناة. كنعمر به الدجاج ديالي، كنسد، كناخذ واحد 500 غرام ديال البصلة اللي كنشنفها طويلة ورقيقة، وتنقليها شوية في الزيت،
من بعد كنحيدها من داك الزيت، كنسقطرها منه مزيان، وكنفرشها للدجاج في واحد الطبق ديال الفران. كنسد بالبابي كويسون بابي المنيوم، وكندخلو للفران يطيب. من بعد ما كيوجد ليا كنخرجو، كندهن الدجاج ديالي هو قبل الدجاج كندهنو بشويه ديال الزيت. انا في داك الزيت كيعطي تحمر، واخا قبل هو كيطيب هو كيتحمر. من بعد ما كنخرجو صافي ملي كيوجد ليا الدجاج كنعاود ندخلو يتحمر. وبالنسبه للطبق كنرافقو بشويه ديال شامبينيون فين كان طري موجود مرحبا، ما كانش كندير المعلب، راه كاين المعلب حتى هو تيكون فين، كنشحرو فيه ديال الزبده والملحه وشويه الابزار وواحد الحبه ديال الفرماج مربع شويه ديال القشده طريه، وتندير هاد الشامبينيون نجيبو في هاد العناصر وتنرافقو من الجوانب، وكنزين بيض السمان بالخص على حسب كل سيده وباش بغات تزين زينها. تقدر دير حتى شويه من هذيك الحشوه اللي عمرنا بها الدجاج، تقدر تنقصها وتعمر بها شويه ديال لي سيجار صغيورين ولا بريوات صغيورين، ثم كنزين بهم من الفوق. ايه وبصحه وراحه الطبق اللي عندنا ديال الدجاج. ايه فعلا يعطيك الصحة تبارك الله عليك. نوعو شوية لأنه غالبية يعني الناس ما تيقدوش على الغنمي وتيحاولوا أنهم في ثاني عيد ولا يعني لأنه نهار العيد تيكون الكبدة تكون تقلية ممكن، ولكن ثاني عيد ما تيقدروش على اللحم، فدائما كيشريو على تيساع الحوت والدجاج. كنبغيو نعاونو بالدجاج، كنبغيو نعاونو بالحوت، لأنه فعلا هو ما يمكنلكش يعني ثلاث أيام كلها ولا أربع أيام، يعني ما بقاش الجهد ديال ثلاث أيام ديال اللحم كاملة ولا أي فعلا. الله يسلمك. هاد المرضى بالطبق ديال اللحم اللي هو عندنا اللحم هنا تيبقى اختياري، كي اللي تيكون ذابح حتى البقري يقدر ياخذ، لما ذابح حتى البقري راه كياخذ نيه الغنمي. هنا كنحتاجو واحد 4 كيلو ديال اللحم تلملج، يا اما بقري يا اما غنمي، هي من الاحسن صراحه اذا كانت البقري يكون احسن. ايه كنضيفو ليه هذا اختي انا واحد الطبق اللي هو ساهل ماهل والعناصر فيه قليله، لا بالنسبه للوقت ديال الطياب ديالو ولا بالنسبه للمكونات ديالو. وهذا يثقوا بيا العيال تجربوا وردوا ليا الاخبار ان شاء الله. كنحتاجو كيف ما قلت 4 كيلو ديال اللحم تلملج، عندنا كاس ديال صوص صوجا لايت، جوج معالق كبار ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الابزار، شويه ديال الملحه، او اللي ما كتاكلش الملحه من الاحسن ما ديرهاش لان الصوجا كتكون مالحه. الصوجا مالحه واللحم مالح، يعني تجي هي هذيك القياس. حبه ديال البصله كبيره مشلضه، كنجمع هاد العناصر كامله في طنجره الضغط، كندير الماء الكافي اللي غادي يطيب ليا به اللحم، وكنسد ما كنقلي ما حتى حاجه. ايه صافي كنسد اللحم حتى الوقت اللي كيوجد لعندي، كتغمر ليا ديك المريقه وكتعلق، كناخذ منها واحد شويه وكناخذ علبه ديال الشامبينيون صين. ايه كنغلي فيه كنغلي مع المريقه، وهو باش كنرافق اللحم كنزين به اللحم من الفوق، وكنرش بشويه ديال اللوز محمر. ايه عند اللحم طريقه عصريه هكا بالسوجه. ايه وحتى سهل، المقادير قليله فيه، المقادير قليله يعني والوقت ديالو قليل، ما كياخذش وقت كبير ولا. ايه واخا غاد نعطيها اختي سناء واحد طبق ديال البسطيله اللي هو صراحه راقي، هذا طبق البسطيله بالصفه. طبق البسطيله ديال الحوت بالصفه، غادي نحتاجو في المقادير واحد الكيلو ديال شعريه الصفه رقيقه، 120 غرام ديال الزبده، شويه ديال الملحه، شويه ديال الزيت اللي غندهن به الصفه. هنا بالنسبه للطياب ديال الصفه انا كندهنها من الاول بالملحه والزيت، كنخليها تفور في الاول 30 دقيقه، كنزلها في قطريه وكنكب عليها واحد الكاس ديال الماء، كنحركها مزيان وكنعاود نردها للكسكاس مدة 20 دقيقة أخرى، كنعاود ننزلها عاوتاني في القصرية وكنعطيها الماقية ديال واحد جوج الكيسان، كنعاود عاوتاني نخليها تشرب واحد شوية ونعاود نردها للكسكاس. المرة الثالثة مجرد كطلع عندي فيها البخار ننزلها للقصرية كنعطيها الماء مزيان، صافي تنخليها تشرب مزيان، هنا كتبقى ليا غير تفويرة رابعة.
فوره رابعه كنخليها هي اللي علاش غنقدمها. بعد كنعقد الفوره كندخل فيها 120 غرام ديال الزبده، وهنا غنزيد عليها عناصر اخرى ونقدمها سخونه. بالنسبه للعناصر غاد نرافق مع الصفه، عندي كيلو ديال الفلافل باللوان صفر وحمر واخضر اللي كنشويها وكنقطعها طراف صغار. كناخذ واحد المقله كنوضع فيها شويه ديال الزبده وشويه الملح وشويه الابزار، كنشحر هاد الفلافل وكنخليهم جانبا. كناخذ واحد 250 غرام ديال الزيتون المقطع، 30 غرام ديال الشامبينيون اسود اللي كنرطبو كنغسلو مزيان وكنقطعو رقيق. مرحبا بكم على التسجيلات الخاصه. كنشحرو تا هو شويه ديال الملح وشويه الابزار وشويه ديال الزبده، وهاد العناصر كامله كنضيفها للصفه. بالنسبه للحشوه عندنا واحد الكيلو ديال الصدر ديال الدجاج اللي كنقطعو مربعات صغار، كنضيف ليه شويه ديال العطريه المكسيكيه، شويه ديال العطريه ديال الدجاج، وشويه ديال العطريه التمر، جوج المعالق كبار ديال صوص نيوكمان، جوج المعالق كبار ديال صوص تشيلي، جوج المعالق كبار ديال صوص صوجا، جوج المعالق كبار ديال الموطارد، جوج المعالق كبار ديال التحميره، معلقه ديال الخرقوم البلدي. هاد العناصر كامله كنخلطها في هاد الدجاج وكنخليه كيبات. لغدي كنشدو كنشحرو في واحد المقيله، كنضيف ليه واحد جوج دريسات ديال الثومه وشويه ديال زيت العود وكنشحرو مزيان، وكنخليه حتى هو كنضيف ليه عفوا شويه ديال الزعتر وشويه ديال الزعفران الحر وعصير ديال جوج حامضات. صافي من بعد ما كيتشحر مزيان كنحيدو كنحطو جانبا. بالنسبه للمرحله اللي تبع الدجاج عندنا كيلو ديال الكالامار، كناخذو في واحد المقله من بعد ما كنكون رطبته شويه في الحليب وخميره ديال الحلوه او منها وخميره الحلوه باش كيجيني رطب. كناخذ واحد المقله كندير فيها شويه ديال الزيت شويه ديال الثومه وكنشحر هاد الشرائح ديال الكالامار، كنقطعهم شويه طوال وكنشحرهم. كنضيف عليهم شويه ديال عطريه الحوت، شويه ديال الزعتر، شويه ديال صوص الطوجه، وشويه ديال الحامض المعصور، وكنخليه حتى هو جانبا. كناخذ كيلو ديال القمرون اللي كنسلقو، هنا انا خدمت بالرويال وكنبقى على حسب السيدات كل وحده والاختيار ديالها القدره ديالها فعلا. كان هنا خديت كيلو ديال القمرون اللي سلقته، سلقته بشوية ديال الملحة وشوية الحامض ودريسة ديال الثومة، حيدت منه شوية اللي هنا كناخد بحال قلتي كيلو ونص، كيلو ونص كيلو تيبقى للتزيين وكيلو كندخلو داخل الحشوة. إيه وسلقته كامل حيدت منه باش غنزين من الفوق وما تبقى قشرته. شحرته تا هو بشوية ديال الملحة والإبزار والزبدة، وخليته ضفته تا هو على الكالامار. هنا بالنسبة للمونتاج كناخد واحد السيركل اللي هو كبير، كندير الطبقة الأولى ديال الصفة من بعد ما عاود سخنتها وخلطت معاها الفلافل ولي شامبينيون والزيتون، كندير الطبقة الثانية الدجاج اللي شحرت، والطبقة الثالثة كنديرها كالامار وقمرون وكنعاود نغطي بالصفة. إيه كطبقة. كطبقة أخيرة وهي الطبقة الرابعة. إيه كناخد القمرون اللي بقى ليا، كندير واحد الدائرة الوسط، كنديرها دايرة وكنزين بيض سمان زيتون نصين ديالها تيبقى على حسب طريفة ديال الحامض. هنا تزيين كل اخت كتبغي، المهم هي الفكره ديال الوصفه تجي رائعه تجي بنينه بزاف. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الطبق تيجي رائع، لا في شوفه العين ولا في الماكله ديالو كيجي رائع. اييه الله يعطيك الصحه. نختم معاكم بواحد التيسير ديال اللون اللي عندنا، كاين السيترو ديال الحليب، اييه السيترو ديال لاكخيم فخيش، 150 غرام ديال اللوز اللي كنكون طحناه من قبل هكاك بالقشره ديالو غير كنمسحو مزيان وكنطحنو، عويد ديال الفاني، ربعة المعالق كبار ديال صوص كراميل اللي كيكون في القرعه. مرحبا بكم على التسجيلات. ستة المعالق كبار ديال سنيدة، شكرا. ستة الوريقات ديال الجيلاتين. بالنسبه للطريقه كنطحن اللوز
وكنخلطو مع الحليب وكنخليه القياس ديال واحد نص ساعة حتى ساعتين كاع يرقد، ولكن الا كنت مزروبة كنخليه غير واحد نص ساعة الحليب يشرب داك اللوز داك المذاق ديالو ملي كيطلق فيه ديك اللذة ديال اللوز. كنضيف ليه لا كريم فريش، كنضيف داك العويد ديال الفاني، ولا اللي ما عندهاش العود ديال الفاني القشده الطريه مباشره بالفاني. فتيحه القشده الطريه كنديروها مباشره ما كنطربوها ما والو ولا لا لا سائله لا سائله كتطرب مع الحليب اللي انا غطيب. واخا كنضيف الفاني اما بودره الفاني او عود الفاني اللي متوفر عندي، صوص الكراميل سنيده وكنوضع الكل فوق من النار مع التحريك ما نزكاش من التحريك حتى كنشوف القريب للغليان تنخليه حتى يغلي، غير مجرد تيجي بالغليه الاولى تنحيدو. تنكون موجدة في جيلاتين في الماء كنعصر الجيلاتين وكنلوحها عليه كنخلط مزيان وكندير مولد سيليكون اللي غادي نقدم فيه هذا الديسير. هنا انا درتو في مول سيليكون داير، الاخوات تيبقى ليهم الاختيار يا اما يديروه فردي او هو بالنسبه الى كانت العائله يكون عائلي يكون حسن فعلا. كيدخل المجمد واحد الخمسه حتى سته السوايع كيوجد. هنا ملي خرجتو انا زينتو بالخوخ معلم معلب والكيوي وتيبقى الاختيار ديال كل اخت باش غادي تزين مع داك اللوز والحليب والمذاق ديال الكراميل واللوز اكيد غيجي واحد السعر هو غني زوين رائع. ودوك الطريفه ديال اللوز اللي كيبقى داك تيبقى داك النمش تيبان ما بين المارون وديالي رائع حتى في المنظر ديالو. الله يعطيك الصحة لالة فتيحة، بارك الله عليك، شكرا لك بزاف على هاد الوصفات. كل خير ان شاء الله. تحية اختي ثناء الى تفضلي باقي شوية الوقت. مرحبا. الله يبارك فيك اختي ثناء، تنقدم تحية لعائلة شريفي لجميع الأخوات ديالي والأخ ديالي، وكنشكر من هذا المنبر كنشكر صديقتي وحبيبتي وهي بمعنى أخت حقيقية، أخت نائمة من الدار البيضاء اللي سندتني في واحد المحنة اللي كنمر بها حاليا ديال المرض. الله يجيب الشفاء إن شاء الله. سندتني واقفه معايا خارجه معايا في اي وقت غادي معايا عند اي طبيب. الله يدوم محبه ان شاء الله. كنشكرها بزاف هي والزوج ديالها والابناء ديالها، الله يخليهم لها ان شاء الله والله يخلي لها صحتها يا ربي امين. وكنشكر جميع الاخوات اللي مساندينني في هذه المحنه وكيدعيو معايا ان شاء الله غدوز بخير باذن الله. وان شاء الله حنا كلنا غندعيو معاك ان شاء الله والله يدوز العمليه على خير وبالشفاء ان شاء الله يا ربي امين. ان شاء الله نتمنى الخير. وكنقدم تحيه خاصه للرئيس جمعيه امل مركز القدس بني ملال، هو والاخ الاداري اللي كنشكرهم على الحفل النهائي اللي قدموا لنا في وسط الامتحان ديال نهايه الدوره الاخيره. كنشكرهم شكر خاص. تحية لك وشكرا لأختنا وشكرا لإذاعة من راديو وكنشكرك بزاف بزاف لأختك. الله يبارك فيك حبيبي. تحياتنا لك والله يسمعنا أخبار الخير إن شاء الله وبعد كونجي معافاة بإذن الله وطهورة بإذن الله إن شاء الله والله يجيب الشفاء للجميع. تحياتنا لك هلا فتيحة وسعيدة جدا أنني تواصلت معك اليوم وقدمتي للمستمعات اقتراحات اللي أكيد غادي يجربوها يعني في الاوقات ديال عيد الاضحى، واخترت لنا حويجات اللي هما ساهلين وفي نفس الوقت بريستيج مميزين كيجيو بنان. نتمنى انكم تكون وصلتكم هذه الافكار وتسجلوهم ان شاء الله بالصحه والراحه. قلنا في المناسبه التوابل ديال راس الحانوت او العطريه ديال المروزيه، معلقه صغيره ديال الابزار الابيض، شويه من الكبابه، شويه من الجوزه الصحراويه، معلقه صغيره ديال بسيبيسا هذيك القشره ديال الكوزه، معلقه صغيره ديال النويويره، معلقه صغيره ديال سانطير، سته ديال الحبات ديال القعقله او ما يسمى بحبات الهيل. مرحبا بكم على التسجيلات. عويدات ديال القرفه، المونه المزيونه، ثلاثه ديال الحبات ديال الظهر فلفل، شويه ديال السكنجبير عواد، وجوج حبات من باديانا او ديك النجيمه، والحبوب ديال القزبر يابس. غادي نعاود بالنسبه للمقادير ديال المروزيه، معلقه صغيره ديال الابزار الابيض، شوية ديال الكبابة، شوية من الكوسة الصحراوية، معلقة صغيرة ديال بسيبيسة، معلقة صغيرة ديال النويويرة،
معلقة صغيرة ديال السنتير، سد الحبات ديال الهيل أو قعقلة، عوية ديال القرفة، ثلاثة الحبات ديال ظهر فلفل، شوية سكينجبير عواد، وجوج حبات من الباديانا اللي عليها شكل نجيمة، وشوية من الحبوب ديال القزبر يابس. فهذا بالنسبة العطرية ديال المروزية، ومزيد يعني من الاقتراحات إن شاء الله من الكتاب غادي نقدمهم لكم خلال هذا الأسبوع. غادي نمشيو مباشرة عند المستمعة اللي اختارينها اليوم أنها تشارك بوصفة من الوصفات اللي يعني درت فيهم دامتي وإيديال، منى من طنطان، والاقتراح اللي هو كلاص. ألو منى، صباح الخير. صباح النور اختي، لاباس عليك؟ مرحبا بالناس ديال طنطان، نتمنى تكونوا على خير. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله لاله اختك. بارك الله فيك اختي. مرحبا منى. غادي نشارك معكم اليوم كلاص ديال نكهة نتاع الحامض. اييه فيه السيترو نتاع الحليب. اييه كلاص نتاع الفاني. عصير حامضة. اييه قشور حامضة. اييه ثلاثة معالق سكر كلاصي. اييه ياغورت الى لقيتي ديال الحامض مزيان، الى ما كانش ممكن نعوضوه باي نكهة، يكون ديال الفاني ولا المونغ او لا نكهة اخرى. وحبوب الخشخاش. اييه كنطربوا السيترون تاع الحليب مع الكلاص تاع الفاني حتى كيطلع. اييه وكنضيفوا عليه الياغورت. مرحبا بكم على التسجيلات الخاصه بكم. وحنا كنستمروا في الطرب كنزيدوا عصير نتاع حامضه قشور حامضه وثلاثه المعالق سكر كلاصي صافي. في الاخير كنزيدوا حبوب الخشخاش على حسب الخليط، يعني باش ما يجيش كثير ما يجيش قليل بزاف الزين. اييه صافي. كنشدوهم كنديروه في المجرميد حتى وكان كيجمد، وكنهزوه بهذيك المعلقه المخصصه ليه وكنديروه في كويسات. ممكن ان هذا الخليط قبل ما نديروا ليه عصير الحامض وقشور حامضه ممكن اننا نقسموه ونديروا نكهه اخرى، نديروا معلقه، انايا درت معلقه من الشيكولاته. اييه او لزوج، وكنطربوهم كنقسمو النص كنديرو كنزيدو ليه الحامض وهذا، والنص كنزيدو ليه الشيكولاته وكنطربوها صافي. ملي كنبغيو نحطوهم كنديرو معلقه من هذيك الحامض في الكويسات ومعلقه من ديال الشوكولاته كنزينوهم بالكراميل اولا زين كيبقى حسب الرغبه. اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك منى. كلاص منعش مذاقات مختلفين تبارك الله عليك. كيبغيوه كاع الوليدات في هذا الوقت. الله يعطيك الصحة. ومن خلال وصفات سهلة ولذيذة مع الشيكولاتة غادي نقترح عليكم بانكيك مناسب هكا الكوتي. غادي نحتاجو في البانكيك هاد البانكيك يعني بالليمون، غادي نحتاجو بيضة وحدة، ثلاثة المعالق كبار ديال السكر سنيدة، ثلاثة المعالق كبار ديال زيت المائدة، قبيصة الملح، قشور ديال الليمونة محكوكة، جوج كيسان ديال دقيق الفورس، جوج خمارات حمرين ديال الحلوة، كاس ونص ديال عصير ديال الليمون. هادو هما المقادير، وغادي نحتاجو لتزيين البانكيك بكريمة شيكولاتة للدهن وشوية ديال المكسرات للتزيين. فغادي نعاودو، قلنا بالنسبة للبانكيك بالليمون غادي نحتاجو بيضة وحدة، ثلاثة المعالق كبار ديال السكر سنيدة، ثلاثة المعالق كبار ديال زيت المائدة، قبيصة ديال الملحة، شور ديال الليمونة محكوكة، جوج كيسان ديال دقيق الفورس، جوج خمارات ديال الحلوة، كاسونس ديال عصير ديال الليمون، وكريمة شيكولاتة للدهن، واللوز أو المكسرات للتزيين. فغادي ناخدو الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نديرو فيه بيضة وحدة، نزيدو معاه ثلاثة المعالق كبار ديال السكر سنيدة، نزيدو ثلاثة المعالق كبار ديال زيت الرومية، وشوية ديال الملحة، شور ديال الليمونة محكوكة في الحكاكة، وكنخلطو هادشي كله مزيان. كنزيدو جوج كيسان ديال دقيق الفورس بالعبار ديال العنبة، نزيدو جوج خمارات ديال الحلوة، ونزيدو كاسونس ديال عصير ديال الليمون. فالأحسن أننا نختارو الليمون اللي عصرناه يعني طبيعي، وكنخلطو هادشي كله مزيان، كنطحنو في الكاس ديال الخلاط الكهربائي.
يعني باش نوجدوا بانكيك بطريقه سهله، ناخذوا كاس الخلاط الكهربائي نديروا فيه بيضه، ثلاثه المعالق كبار السنيده، ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت، قبيصه ديال الملحه، قشور ديال الليمونه، جوج كيسان ديال الدقيق الفورس، جوج خمارات ديال الحلوى، وكاسونس ديال عصير ديال الليمون. كنطحنوا هادشي كله مزيان في كاس الخلاط الكهربائي حتى كيطحن لينا مزيان، وكنحصلوا على عجين بحال ديال البغرير بحال ديال البانكيك، هو يعني عجين ديال البانكيك. ومن بعد كنخليوه كيرتاح تقريبا واحد نص ساعه، من بعد نص ساعه 30 دقيقه عاد كنطيبوه يعني في المقله، المقله اللي ما كتلصقش، ندهنوها بشويه ديال الزبده باش تجينا محمره. هذوك لي بانكيك كندهنوا بشويه ديال الزبده، ومن بعد كنهزوا بالمغرفه وكنطيبوه. دائما البانكيك ما تيكونش رقيق بحال الكريب، وفي نفس الوقت ما تيكونش غليظ بزاف، وانما تيكون متوسط. وكنبقاو غاديين حتى كنطيبوهم كاملين وتنكملوهم ديك الساعه للتزيين، لكم الاختيار. اما نديروهم على شكل طبقات بحال اللي درنا البارح مع الكريب، يعني على شكل تورته يعني وحده، وكندهنوا بالصلصه ديال كندهنوا بالكريمه الشوكولاته للدهن، وكنعاودوا نديروا فوق منها حبات ديال البانكيك اللي طابت لينا، وكنعاودوا نديروا الكريمه الشوكولاته للدهن، ومن بعد كنديروا الكريمه الشوكولاته للدهن كامله بحال التورته حتى كيتغطى داك البانكيك على شكل طبقات، وكنرشوا بشويه ديال المكسرات اولا شويه ديال اللوز اولا شويه ديال القرقاع مصهد ومهرمج اولا كاوكاو على حسب الرغبه. هذا التزيين الاول اللي بحال التورته، كيف ممكن على انه بطريقه العاديه نقدموا في طبق التقديم هكا لي بانكيك وحده متكيه على الاخرى، وغادي نديروا الكريمه الشوكولاته للدهن اللي كتباع هي واجده يعني في بواطات اللي هما صغيورين، حتى هما التزيين ديالهم زوين. وديك الساعه كنحلوا هذو كريمه الشوكولاته للدهن ونرافقوها في طبق التقديم مع هاد لي بانكيك، وكيبقى كل واحد على حسب الاختيار ديالو، اللي تيبغيها ناشفه واللي تيبغيها انها بالشوكولاته تيبدا يهز القياس اللي غادي يبغي. كاين كذلك تزيين اخر، بما انه وخاصه بالنسبه اللي بغى يدير بانكيك ويديروا في المقله الصغيره، يعني كاين هذيك المقله اللي كتكون كبيره وفيها دوائر اللي هما صغار قد الدوره ديال البيني، يعني دوك المقالين اللي خارجين هادو هادي تقريبا شي عامين، واللي صراحه كيخرجوا لنا بغرير صغير، البانكيك صغير، كذلك الكريب صغيرين. ممكن كاين واحد التزيين هو انه نديروهم صغيرين قد الدوره ديال الكاس اولا قد الدوره ديال الدوائر ديال الحرشه اولا الدوائر ديال البيني، ملي طيبوا لنا كاملين كنمشيو كناخذوا يعني هادوك لي فيغين اللي تيكونوا حتى هما مدورين قد هذيك الدوره ديال لي بانكيك اللي حنا صايبنا، وكنديروا لتحت. ديك الساعه كنوجدوا الشونتي كريمه ديال الشونتي، كنوجدوا كريمه الشوكولاته للدهن، كنحلوها مزيان واحد معلقه ديال الحليب، بحال غادي نحاولوا اننا ندفيوها واحد شويه غير دفى غير واحد شويه، الا كان غير فران سخون اولا غير ديك المقله اللي طيبنا فيها نحطوا عليها ديك الكاسرونه اللي فيها كريمه الشوكولاته للدهن مع معلقه ديال الحليب، غنشوفوها انها بدات كترطب بزاف بدات كتسيح. وديك الساعه نوجدوا الشونتي نحتفظوا به على جنب، ونقطعوا الفواكه اللي بغينا اما المعلبه اما اللي كتكون طريه. وديك الساعه كناخذوا هاد الدوائر ديال لي بانكيك اللي حنا صايبنا كنزلوا الاولى في التحت ديال لي فيغين اولا في التحت ديال داك الكاس كنزلوها، وكنديروا الكريمه الشوكولاته للدهن واحد معلقه كبيره، كنديروا الفواكه اولا المكسرات، كنعاودوا نديروا طبقه اخرى ديال البانكيك، كنديروا كذلك الكريمه الشوكولاته للدهن والفواكه اولا المكسرات، وكنبقاو غاديين على الطلعه ديال الكاس وحنا غاديين على لي بانكيك واللي صايبنا مع الحشوات كريمه الشوكولاته للدهن مع المكسرات اولا مع الفواكه. كيف ممكن انكم ديروا الكريم شونتيي؟ قلنا اما تزينوا بوريدات من الفوق وديروا الفواكه من الفوق، اما ديروا طبقه ديال الشوكولاته للدهن وديروا بانكيك وحده وديروا الكريمه ديال الشونتيي، وتبقاو غاديين طبقات، يعني تبقى فيها البانكيك تبقى فيها الكريمه الشوكولاته للدهن تبقى فيها البانكيك تبقى فيها الشونتي، يعني مره الشوكولاته للدهن مره الشونتي، وما بيناتهم طبقات ديال العجين ديال البانكيك، كتبقاو غاديين حتى كتكملوا التزيين. زينوا كيف ما بغيتم الفوق، اما وريدات ديال الشونتي مرفوقين بالفواكه ملي نبغيو نقدموا نخليوهم في الثلاجه حتى كيبردوا، هذا غيولي بحال الديسير. وقد ما ديك الشونتي وديك كريمه الشوكولاته للدهن شربات في داك البانكيك في العجين ديال البانكيك، يعني كيجي معلك بحال كيجي بحال الشكل ديال التيراميسو، وكنخليوه حتى كيبرد مزيان. وديك الساعه ملي كنبغيو نقدموه اما نديرو صلصه ديال الكراميل من الفوق اولا صلصه ديال الشوكولات، ولا ما كانش يعني اكتفيو غير بهذا التزيين، ديك الساعه ممكن من الفوق نخليو غير شويه ديال السيرو ديال اي فاكهه احنا عندنا الاناناس ولا الخوخ اي حاجه معلبه، وكنديروها غير شويه من الفوق، فكيجي واحد الديسير اللي هو معلك بزاف وكيتهز غير بالمعلقه، يعني من الكاس كيتهز ونهائيا ما تيبقاش يبان بانكيك،
يبان بحال الكيك بحال يعني يعني كيجي زوين بزاف كيجي بحال البسكوي بودوار ديال تيراميسو. نتمنى انكم تجربوا هذا الاقتراح وحتى في التقديم ديالهم اللي كيجي هكا في ديفيرين اولا في كؤوس ديال التقديم تيكونوا عرض شويه على حسب الدورات ديال هذوك لي بانكيك صغيورين راه كيجي زوين بزاف وبصحه والراحه. هي عجباتني خلي اضفها.